عارفين كلنا المستشفيات وعارفين كلنا الحالة الصحية المتدنية. عندنا 65% أطباء مصر طفشانين، يعني عندك تلتين عجز في الأطباء. عندك معظم المستشفيات ما فيهاش الأجهزة والجاهزية المطلوبة، الناس بتعمل تحاليلها بره، أشعتها بره، تجيب الشاش والقطن من بره. ورغم كده المسؤول الأول في الدولة يقول لك إيه؟ لا، أنت لو بتشتغلوا كنا عملنا لكم مستشفيات كويسة. يعني تحس إن إحنا أمام تاجر، مش أمام حد، يعني حد مسؤول فعلا. البلد ما كانش فيها خدمات صحية. لما النهارده واحد يعيا يلاقي مستشفى تليق بعلاجه وتوفير دوائه، يبقى ايه هنا وجه الاستفاده من الدوله؟ ما كانش فيها مدارس وجامعات تليق بتعليمه وتعليم ابنائه، ايه هنا ساعتك وجه الاستفاده؟ ما فيهاش وزاره تموين توفر السلع الغذائيه بسعر مناسب، ايه لازمتها؟ خد بقى، اتكلمنا في الصحه، هقول لك دلوقتي على فيديو تاني غريب جدا مدهش جدا، من ديلر الترامادول الى تاجر دماء. اول مره اشوف الدعوه الى التجاره بالدم. طبعا حضراتكم شيء طبيعي ان هذا اولا مجرم قانونا ومحرم اخلاقيا ان حد يدعو الناس للتجاره بالدم. النهارده تم تحريض الطلبه والمواطنين المصريين على تبرع بالدم عشان هناخده ونعمل منه بلازمه، انما اتقال كلام غريب جدا، كلام في قمه الغرابه، ان الواحد ممكن يتبرع بدمه مره او مرتين في الاسبوع. خلونا بس نشوف الفيديو ده ونرجع تاني. الكلام حقيقه كلام بعيد عن العقل والمنطق والطب والصحه كل حاجه، معلومات. ما دي مشكله اما يكون المسؤول حاسس ان هو كل حاجه، هو طبيب الفلاسفه، هو المقاول، هو المهندس، هو المحامي، هو المحاسب. شوف حضراتكم هذه المعلومه الغريبه جدا والمدهشه جدا التي لم يرد عليها اي طبيب في القاعه. النهاردة دخل المتبرع كتقدير وشكر من المراكز لو هيتبرع مرة في الأسبوع كم في الشهر؟ بلاش تقول؟ طيب. طب لو مرتين بلاش تقول؟ طيب، رقم معتبر ممكن يتقدم في مصر ملايين يا خالد؟ ايوه يا فندم. الحلم كان ملايين. الحلم اللي عندي انهم يبقوا ايه؟ ملايين. يبقى انا قدرت اجيب دخل من فكره تحسن من صحه الناس. طيب طبعا المستشفيات وطريقه تفكير الدوله دي هي بالظبط ادولف هتلر. ادولف هتلر لما عمل المحارق لليهود، وهو ما حرقش اليهود بس بالمناسبه، تاريخيا حرق الغاجر كمان وحرق المعوقين الالمان. بس قبل ما يعمل ده عمل سيستم داخلي للاستفاده، كان ساعتها طبعا ما فيش فكره نقل الاعضاء البشريه، عمل سيستم داخلي للاستفاده بكل شيء في الانسان ده. دماء كان بيسحب، شعر كان بيشيل الشعر ويستخدمه في حاجات تانيه، لدرجة انه في كتب ودراسات عن المنطق وراء هذه الاشياء. طبعا اللي احنا بنحكيه عن أدولف هتلر ده بيتحكي قدامك كمواطن، وانت يعني معلش انا اسف يعني مش راكبة معاك، يعني مش راكبة معاك هو عايز ايه، او مش مستوعب قوي. الراجل بيقترح انه الشباب في الجامعات كطريقة لتحسين الدخل يروحوا يتبرعوا بالدم. طبعا أنا اتبرعت بالدم، وكل الشباب النشطة في أي حتة في الجمهورية يمكن في المنطقة العربية كل ما يحصل مصيبة كنا بنتبرع بالدم من أول زلزال 92. أول حاجة نعملها إيه؟ نروح نتبرع بالدم عشان أكيد في مصابين محتاجين الدم، نقطة ومن أول السطر. لا، النهاردة هو عايز زي هتلر يستفيد من جسدك بوضوح. رأس الدولة، رئيس الجمهورية بصفته القديمة أو التي ستجدد في المرحلة اللي جاية، شايفك أنت طاق كده ما شاء الله، وبما أنك أنت ما عندكش، لا عشان كده هو مركز مع الشباب ما بيتكلمش عن المواطنين كلهم، بما أنك أنت شاب صغير أكيد يعني غالبا بعون الله كده لا عندك لا ضغط ولا سكر وصحتك إن شاء الله كويسة ومستقرة، ليه ما تروحش تتبرع بالدم
مرة كل أسبوع، مرة كل أسبوع وتاخد قرشين. قال كل أسبوع لا، قال لك مرة أو مرتين في الأسبوع. مرة أو مرتين في الأسبوع وتاخد قرشين، تحلي على نفسك وتحلي طبعا على أسرتك. إذن ده المطلوب إيه؟ دماء المصريين. طبعا أنت قاعد في أنت مش متخيل. طبعا الناس تسأل نفسها، هو من حق الدولة يعني لغاية فين حقوق الدولة ينفع توصل تخش في حقوق الناس؟ الحق في الحياة، الحق في الحياة حق أصيل في الإنسان. الدولة المرة دي مش داخلة في جيبك، الدولة المرة دي داخلة في جسمك، عايزة ترشق إبرة تسحب منها الدم مرتين في الأسبوع كده. ولما بيراجع وزير الصحة علميا طبعا اللي هو بيقوله ده ما ينفعش أبدا، الأستاذ أحمد عطون هيشرح لنا إزاي ما ينفعش، لكن لما بيراجع وزير الصحة، وزير الصحة عشان ما يحرجش وبقى يهد الليلة بقى ويتحبس ولا يحصل له مصيبة، سكت. قال له مرة كل أسبوع، فالراجل سكت. مرتين، فالراجل سكت. ده راجل طبيب في النهاية، وفي كل الأحوال وزير للصحة، فده اللي هيبقى الريفرنس في الحكاية دي، ده اللي هيبقى المصدر في المعلومة دي. الناس طبعا ممكن ما تكونش شافت الفيديو. صحيح. انا ارجح يا استاذ احمد قبل ما تشرح لهم الجزء يعني الصحي، نشوف نوريهم الفيديو تاني. هو بس انا طبعا احمد، انا اولا شفت الفيديو حقيقه، الدكتور ايمن نور كان حقيقه نشره في استغراب في سؤال، كنت اول مره اعرفه يعني. طبعا صديقنا وزميلنا برضو عمر الفطيري كان نشره، والاخر انا لما شفته كم مره يعني قلت هو ده ايه، ده ايه الموضوع؟ اصل انت عارف حتى انت لو بتتاجر في الدم فعلا وتحرض الناس على هذه التجاره ما بقاش بالشكل ده يعني. ثم لما تقول معلومه طبيه، يعرف القاسي والداني ان وزاره الصحه المصريه نفسها مديه ارشادات. ما تخلينا نشوف الفيديو وترجع بقى. عايز تشوف تاني؟ هنشوف الفيديو تاني عشان الناس تستوعب احنا بنتكلم في ايه بالظبط، والراجل كان بيقول ايه، لانه الكلام يبدو عادي، ما فيهوش اثاره، ما فيهوش زعيق، كلام متون عادي خالص. نشوفه تاني. معلش ونرجع بقى نقول وزاره الصحه المصريه بتقول ايه اصلا في القواعد. النقطه اللي انا يعني الملحوظه الوحيده في كل العروض اللي تمت النهارده دخل المتبرع كتقدير وشكر من المراكز، لو هيتبرع مره في الاسبوع كم في الشهر؟ بلاش تقول. طب لو مرتين بلاش تقول. طيب رقم معتبر ممكن يتقدم في مصر ملايين يا خالد. ايوه فندم. الحلم كان ملايين، الحلم اللي عندي انهم يبقوا ايه، ملايين. يبقى انا قدرت اجيب دخل من فكره لتحسن من صحه الناس. طيب احمد، خلينا الاول حضراتكم نعيش بس في ان احنا يعني طبعا مجرم اخلاقيا ومجرم دستوريا التجاره في الدم، ده تحريض لناس روحوا تبرعوا مره ومرتين في الاسبوع وخدوا فلوس، هذا امر مجرم. وبرضو ان انت تشوف الدماء وتجاره الدماء بهذا المنظور المادي شيء غريب جدا، المفروض منظور انساني سعادتك. اي حد بيتبرع من منظور انساني، هينقذ واحد، هيتبرع لبنك دم علشان في حالات ممكن ينقذها، ان تتحول الى تجاره ودماء مولانا شيء غريب جدا. البال غريب ان اللي بيكلمه ده وزير الصحه اللي قاعد قدامه ده، ارشادات وزاره الصحه المقرره على كافه مديريات الصحه على مستوى الجمهوريه، ان سعادتك بالنسبه للتبرع بالدم بالنسبه للرجال كل 3 شهور كحد ادنى، 3 شهور كحد ادنى. بالنسبه لمين؟ للرجال. للنساء 4 شهور كحد ادنى. يعني اي رجل تبرع بالدم ما يقدرش ناخد منه تاني تبرع الا بعد 3 شهور، ولو كانت امراه بعد 4 شهور. ده الراجل بيقول لك ممكن ناخد 8 مرات في الشهر يا خالد، مره ومرتين في الاسبوع، يعني 8 مرات في الشهر، معلومه لا تموت مطلقا الا الطب بصله. ثم المعلومه برضو أن وزارة الصحة المصرية حط حضرتك مجموعة من الضوابط، يعني مش أي حد ولا أي طالب ولا أي مواطن يروح يتبرع بالدم، ده حاطين شروط، منها الشروط دي هقراها لكم زي ما هي موجودة على موقع وزارة الصحة المصرية. أولا سعادتك
قال لك يجب أن يكون المواطن بصحة جيدة، وأن يكون النبض وضغط الدم ضمن الحدود المقبولة، وأن تكون درجة حرارة الجسم طبيعية، وأن يستوفي الحد الأدنى للسن من 18 إلى 65 سنة، وأن يكون لدى المتبرع مستوى طبيعي من الهيموجلوبين في الدم، وأن يكون لم يتبرع بالدم خلال آخر 8 أسابيع على الأقل. دي تعليمات وزارة الصحة اللي وزير الصحة نفسه واقف قدامه ما قالوش لا يا فندم ما ينفعش واحد يتبرع مرة أو مرتين، ده يا فندم جريمة في حق الطب وفي حق وزارة الصحة. ما قالوش، ما فيش طبيب في القاعة كلها قال يا فندم الكلام ده غير طبيعي خالص،